بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته نستعين، وعليه نتوكل، ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، ينطلق الشوط الأول للفئة الصعوب والمسافة المقررة 1200. الروح مع اللي على الصدار وعلى المركز الأول، التماس على الصدار وعلى المركز الأول، محمد بن حمد بن نصيب بن محمد العفاري على الصدار وعلى المركز الأول. أما ثاني المراكز، شوف اللي قادمة على ثاني المراكز، غادم الشاهنية الحمد بن محمد راعي العاية العامري، ولكن شوف اللي غادم من الجانب الآخر، الله 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 الله، غادم الشاهنية محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي، ولكن نعود حيث الصدارة، نعود مع بن نصيب على الصدارة وعلى المركز الأول، محمد بن حمد بن نصيب العفاري من بداية الانطلاق وهو في المقدمة، الله الله الله، التماس التماس التماس، محمد بن حمد بن نصيب العفاري، ولكن شوف اللي قادمة على ثاني المراكز، قادم الكايد السهيل بن خيرات بالدودة العامري، ولكن نعود مع التماس 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 على الصدار وعلى المركز الأول، محمد بن حمد بن نصيب العفاري، الله الله الله، التماس ولا الكايد، ولكن التماس، تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن نصيب بن محمد العفاري، مناسبة فاز التماس وحصوله على المركز الأول. أما ثاني المراكز، الكايد السيل من خيرات بالدودة العامري. أما ثالث المراكز، قادم على ثالث مراكز، هملول سالم بن عبيد بن حلوس من ذيبان العامري. تهانينا تهانينا والناموس إلى محمد بن حمد بن نصيب بن محمد العفاري، مناسبة فوز التماس وحصوله على المركز الأول. دقيقة و44 ثانية و71 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.